أهلا وسهلا بكم. التحويل من النظام العشري للنظام 26 كان عن طريق القسمة بطريقة متوالية على العدد 16 كما لاحظنا هنا، وفي الأخير قمنا بكتابة الباقي من أسفل إلى أعلى، فكانت النتيجة مثلا للعدد 78 في النظام العشري هو 4 في النظام 26. في هذا الدرس نقوم بالتحويل في اتجاه المعاكس ونأخذ نفس العدد الذي وصلنا إليه هنا 4 ونرى كيف انطلاقا منه نصل إلى التمثيل العشري 78. إذن الدرس سيكون هو التحويل من النظام 26 إلى النظام العشري، وآخذ كما قلت نفس العدد، كنا وصلنا إلى العدد 4 في النظام 26، كيف أحوله إلى النظام العشري؟ إذن يمكن أن تكونوا قد خممتم انطلاقا من التحويل في الأنظمة الأخرى الثماني والثنائي، أننا نقوم انطلاقا من اليمين بترقيم هذا العدد في هذا الاتجاه، إذن هكذا فيكون 4 في نظام 26 هو العنصر الموجود في الموضع الأول هنا ضارب كم الأساس، أساس النظام العشري هو 16 في أو أس موقعه الموقع الأول 0 زائد العدد الرقم الثاني هي 4 في الأساس الذي هو 16 في موقعه هنا لدي 1. وهنا أذكر كما قلنا في الدرس السابق عناصر النظام 26 هي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وأكمل بالحروف A B C D و F. إذن هنا لدي E كم يساوي E؟ قلنا 9 10 11 12 13. إذن E هو كافئ العدد العشري 14، فأقوم بتعويضه هنا لأنه 14 في 16 أس 1 التي هي 1 زائد 4 في 16 أضعها كما كانت 4 في 16 16 أس 1 هي 16، فأحصل على كم؟ 14 في 1 14 زائد 6 في 4 24، 4 في 1 تساوي 4، فأحصل و 4 محتفظ بها هي 64، فيكون النتيجة هي 4 زائد 4 8 و 6 زائد 7 78 في النظام العشري، ولم أعتقد هو نفس العدد الذي انطلقنا منه بالفعل، لأنه هو نفس العدد في النظام العشري الذي كنا انطلقنا منه في الدرس السابق. إذن طريقة التحويل هي أني أقوم بترقيم كل عنصر انطلاقا من اليمين، انطلاقا من العدد 0 0 1 كما لاحظنا هنا، وحين يكون لدي حرف أقوم بتعويضه بقيمته في النظام العشري 10 11 12 13 14 15، ثم أقوم بالجمع فأحصل على العدد في النظام العشري. إذن كان هذا آخر درس، يمكن أن أقول أني كنت أعيد فيه نفسي، لأن هذه الطرق أو طريقة الضرب في الأساس أس قوة في موقع ما كنا قد رأيناها في دروس التعريف بأنظمة العد نظام الثنائي 28. انطلاقا من الدرس المقبل سنرى أشياء جديدة. الدرس المقبل سيكون هو كيفية التحويل من النظام الثنائي للثماني، هنا كما قلت سنرى أشياء جديدة لم نراها من قبل في الدروس السابقة. إذا نلتقي في درس التحويل من النظام الثنائي للنظام الثماني، إلى اللقاء.